بنلاحظ إن معدل ارتفاع الولادة القيصرية زاد بشكل كبير جدا عن الولادة الطبيعية، وده لأن الولادة القيصرية بتكون مخاطرها أقل على الأم وعلى الجنين. كمان بيتم تحديد ميعاد الولادة القيصرية بشكل مسبق على عكس الولادة الطبيعية اللي بتحصل بشكل مفاجئ، وكمان الأم مش بتبذل أي مجهود ومش بتحس بأي ألم أثناء الولادة القيصرية نتيجة عملية التخدير. ولكن على الجانب الآخر بتحتاج الأم وقت أطول من الولادة الطبيعية لحدوث استشفاء تام، وبتبدأ عملية الرضاعة متأخر شوية عن الولادة الطبيعية. وفي الفيديو ده هنتكلم عن جميع الحالات اللي بنلجأ فيها للولادة القيصرية، وهنتكلم عن مميزات وعيوب الولادة القيصرية. كمان هنتعرف على خطوات الولادة القيصرية بالتفصيل، وإيه هي أنواع فتحات البطن وأنواع التهدير المتاحة. كل ده وأكتر، يلا بينا. في البداية لازم نكون عارفين ان الولادة القيصرية ممكن تكون اختيارية، يعني بنخطط ليها من بداية الحمل زي ما قلنا. طيب امتى بنلجأ للولادة القيصرية بشكل اجباري؟ بنضطر نلجأ للولادة القيصرية لما بتكون الولادة الطبيعية بتشكل خطر على حياة الام او على حياة الجنين، زي مثلا لو الجنين نزل بالمقعدة بدل ما ينزل بالرأس، او لو التف الحبل السري حوالين رقبة الجنين، او لو اتكونت المشيمة في مكان غير مكانها الطبيعي، او لو كانت رأس الجنين كبيرة لدرجة انها ما تقدرش تمر في قناة الولادة، او في حالة وجود بعض الامراض او اورام معينة في عنق الرحم، وفي حالة لو الام حامل في توأم او اكتر. كل دي حالات بنلجأ فيها للولادة القيصرية بشكل اجباري. طيب ايه هي خطوات العملية؟ قبل بدء الولادة بيقوم الدكتور باستشعار بطن الام علشان يحدد بالظبط وضع الطفل في الرحم عامل ازاي، وبعد كده بنقيس العلامات الحيوية للام علشان نتأكد ان الام جاهزة للولادة قبل عملية التخدير. طيب ايه انواع التخدير المتاحة؟ عندنا نوعين من التخدير، وهما البنج النصفي والبنج الكلي، ومعظم الولادات القيصرية بتكون بالبنج النصفي، واللي بيكون عبارة عن حقنة بتتاخد في الظهر بواسطة دكتور التخدير، واللي بتكون نتائجها كويسة جدا للأم وللجنين ومش بتسبب شلل زي ما معظم الناس فاكرة. أما بالنسبة للبنج الكلي فهو بيسبب نزيف أكتر من البنج النصفي أثناء الولادة أو بعدها. كمان بيؤثر البنج الكلي على تنفس الطفل بعد الولادة، فبالتالي نسبة بقاء الطفل في الحضانة بتكون أكبر في حالة البنج الكلي. ولو أصرت الأم على البنج الكلي بتمضي على إقرار إنها موافقة وإنها هي اللي طلبت كده. وبعد الانتهاء من عملية التخدير بيتم تركيب قسطرة بولية للأم علشان نخفف الضغط من على المثانة، وبنبتدي نعقم بطن الأم باستخدام البيتادين الجراحي، وبعد كده بنغطي بطن الأم بكفر أو بستائر، واللي بيكون باين هو مكان العملية بس. أما بالنسبة لفتحات الولادة القيصرية فعندنا الفتحة الرأسية والفتحة الأفقية، والفتحة الأفقية هي الأكثر شيوعا واللي بنسميها فتحة البكيني، وبنبتدي نقطع الطبقات اللي موجودة في البطن ابتداء من طبقة الجلد وطبقة الدهون وطبقة الريكتس أو اللفافة، ودي الطبقة اللي بنغلف عضلات البطن، وبعد كده بنسحب عضلات البطن للجوانب علشان تظهر لنا الطبقة اللي بعدها وهي طبقة الغشاء البريتوني. ومن اول هنا بنبتدي ناخد بالنا من المثانة لانها بتكون عرضة بشكل كبير للاصابة، وبكده نكون وصلنا لطبقة الرحم، وطبقة الرحم عبارة عن طبقة عضلية قوية جدا وسميكة، اول ما بنقطعها بتظهر رأس الطفل، فبنبتدي نضغط على البطن من الاعلى علشان نساعد في دفع الطفل للخارج. بعد كده بنخرج الطفل جزء بجزء، بنخرج الرأس في الاول وبعد كده بنخرج الكتف، والكتف هو اعرض جزء في جسم الطفل واللي لما بيخرج باقي الجسم بيخرج بسهولة زي عملية الولادة الطبيعية، واللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده هسيبهولك في وصف الفيديو. بعد كده بنضع مشبكين على الحبل السري وبنقطعه، وبنسحب المشيمة ببطء لحد ما تخرج، وبنفحصها كويس لربما يكون في جزء لسه موجود جوه. بعد كده بنبتدي نخيط كل الطبقات اللي احنا قطعناها، وبكده تكون انتهت مراحل الولادة القيصرية. طيب ايه هي مميزات الولادة القيصرية؟ رقم واحد هو ان الام بتقدر تخطط لميعاد الولادة قبلها بمدة، وده علشان تتجنب الالام اللي بتحصل اثناء نزول الطلق. ورقم اتنين هو انها بتتجنب الالام اللي بتحصل اثناء عملية الولادة الطبيعية،
والمجهود الكبير اللي بتبذله الأم لدفع الطفل في قناة الولادة. ورقم 3 بتتجنب الأم التشققات أو علامات التمدد اللي بتبقى موجودة على البطن مع الولادة الطبيعية، ولكن دي بتكون تشققات سطحية وبتختفي تدريجيا مع الوقت. كمان بتحصل اضطرابات بولية بعد الولادة الطبيعية واللي بتكون أخف مع الولادة القيصرية. أما بالنسبة لعيوب الولادة القيصرية، رقم 1 وهي إن كمية الدم اللي بتفقد أثناء الولادة القيصرية بتكون أكتر بكتير من كمية الدم اللي بتفقد أثناء الولادة الطبيعية، وعلشان كده لازم نعالج الأنيميا قبل الولادة القيصرية لأن الأم بتفقد حوالي لتر كامل من الدم. ورقم 2 وهي العدوى، بعد الولادة القيصرية بتكون الأم معرضة لحدوث التهابات وعدوى في مكان الشق الجراحي أو الرحم. رقم 3 وهي إن فترة التعافي بتكون أطول من الولادة الطبيعية، فبتحتاج الأم للبقاء في المستشفى لوقت أطول من الولادة الطبيعية. ورقم 4 وهو تكون جلطات وخاصة في الساقين، لأن الأم ممكن تقضي وقت طويل في السرير بعد العملية، فده بيسبب ركود في الدم فبيساعد على تكون الجلطات. ورقم 5 وهي إن الجنين مش بيمر في قناة الولادة، فده بيضعف من الجهاز المناعي للجنين، لأن قناة الولادة بتحتوي على بكتيريا مفيدة لما بيتعرض ليها الجنين أثناء الولادة الطبيعية بتقوي من جهازه المناعي وبتحميه من الأمراض. كمان بيأخر من بدء عملية الرضاعة الطبيعية، وبرضه بيكون في مخاطر أثناء إجراء عملية التخدير، علشان كده لازم تتم بواسطة دكتور متخصص ومتمرس. لو عندك اي سؤال اكتبه لنا تحت في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد. سلام.